السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا اليومين دول كده في على اليوتيوب تجهيزات وتفريزات لشهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يعيده علينا بالخير يا رب. فإن شاء الله هقولك على فكرة بأمر الله تعالى عشان توفري فيها وقت، توفري فيها مجهودك، وتوفري كمان في الناحية المادية. الفكرة دي عبارة ان انا هجهز لنفسي، هعمل لنفسي شنطة او كرتونة لرمضان، بحيث يكون فيها متوفر فيها معظم الحاجات اللي انا بحتاجها، مثلا اللي هي حاجة البقالة، رز، مكرونة، شاي، سكر، اللي هي الحاجات دي. بحيث انا مثلا لو انا عاملة نظام للشراء في بيتي، مثلا بشتري مرة في الاسبوع او كل اسبوعين او مرة في الشهر، هشتري بقى ايه الحاجة بس بزيادة شوية. مثلا هشتري ايه 4 رز ازود يبقوا 5، هجيب مثلا مكرونة ازود مثلا كيس او 2. الحاجات الزيادة دي اللي انا بجيبها، اللي هي مثلا الكيس او الكيسين الزيادة دول ان شاء الله انا هشيلهم في كرتونة وهعملها دي لشهر رمضان بامر الله تعالى. يعني مثلا هنا ايه، انا اشتريت مكرونة، جبت مثلا كيسين زيادة حطيتهم في الشنطة دي، انا هعمل ايه الشنطة دي باذن الله ان شاء الله لشهر رمضان. اشتريت رز مثلا، جبت كيس زيادة برضو حطيته في الشنطة دي، وجبت باكو شاي، وجبت ورق لورا، حاجات مثلا، والرفايع برضو، ملح، الحاجات دي هتفرق معايا كتير جدا جدا، بحيث اللي انا كل اسبوع اللي هقدر اشتريه بزيادة او كل اسبوعين اللي انا هوفره هحطه في الكرتونة، مع ايه ملاحظة اللي انا هشوف الصلاحية بتاعت المنتجات اللي انا هشتريها دي، انها مثلا تكون لمدة 6 شهور او سنة على المدى البعيد. يعني عشان ايه ما تكونش الحاجة اللي انا هخزنها لشهر رمضان تكون مثلا ايه الصلاحية بتاعتها تنتهي، والحاجة دي طبعا ايه خسارة انها ايه صلاحيتها تنتهي مني وتبوظ طبعا. فاراعي موضوع ان الصلاحية بتاعت المنتجات اللي انا هشتريها. هحط بقى في الشنطة او الكرتونة دي كل الحاجات والمستلزمات اللي انا ايه بحتاجها، رز، سكر، مكرونة، ملح، ورق لورا، بس طبعا التوابل لو انت هتشتريها اشتريها صحيحة ما تجيبهاش ناعمة، الشاي، السكر، البقوليات، لو انت مثلا بتجيبي الفاصوليا الناشفه، اللوبيا الناشفه، الحمص، الحاجات دي طبعا لو انت هتجيبيها اللي هي في الباكتات الجاهزه، برضو نراعي موضوع الصلاحيه، بحيث بقى لما يخش عليا الشهر الكريم ان شاء الله باذن الله اكون انا مثلا ايه هفتح الكرتونه دي هلاقي فيها ما شاء الله طبعا عدد بقى من الرز والسكر والمكرونه، فانا طبعا وفرت كتير قوي قوي، لان طبعا في ارتفاع في الاسعار ملحوظ، وكل يوم الحاجه اسعارها بترتفع. فانا حتى لو حوشت مبلغ القيمه بتاعت طبعا الفلوس دي بتقل، فانا طبعا ايه الحاجه النهارده ب10 هتلاقيها بكرة مثلا ب15، لا انا اشتريها النهاردة ب10 وهوفر طبعا فيها، يبقى انا وفرت فيها ايه 5 جنيه، لانها بكرة هلاقيها ب15 جنيه، يبقى انا كده وفرت فيها جامد. يبقى بدل ما هشيل الفلوس وحوشها، لا انا هشتري بيها طبعا المنتجات احسن طبعا، ان انا هجيبها واخليها عندي وهخزنها باذن الله تعالى لشهر رمضان. يبقى كده انا وفرت وقت، وفرت مجهودي، ووفرت طبعا في موضوع الميزانية بتاعتي. دي فكرة طبعا يا رب ان شاء الله كده تنال اعجابك باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله ينعاد علينا الشهر بالخير يا رب. ومعروف طبعا ان شهر رمضان القليل فيه بيبقى كتير، وطبعا انا ما كترش من الحاجة، لان ده طبعا شهر عبادة، وشهر طبعا الواحد يقتصد فيه طبعا في كل حاجة يعني، ونتفرغ للعبادة طبعا وللصيام والقيام، وربنا يعيده علينا بالخير وربنا يتقبل مننا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكل سنة وحضراتكم بألف خير.